من ضمن الأسئلة، أنا الحقيقة إيه أقل مرتب أسافر عليه السعودية كشخص بشتغل في مهندس زراعي؟ الحقيقة إنه في ناس بتسافر السعودية على مرتبات 4000 ريال، والتأشيرة بتكون عاملة إزاي، ولكن خلي بالك هنا بإنه العامل ممكن ياخد في السعودية من 2500 إلى 3000 ريال، وأكله وسكنه ومواصلاته على مكان العمل. فضع ده في الاعتبار إنه للأسف المهندسين الزراعيين مرتبات مش كبيرة جدا زي ما الناس فاكرة، فممكن إنك تجد هناك ناس بتعرض 4000 و4000 ونص و5000. فضع ده في الاعتبار. هتقولي طب ما الدنيا كويس، ماشي، بس احسب مصاريف الطيران، احسب ان ممكن يكون سنة سكن مشترك، احسب ان ممكن يكون الاكل مش افضل حاجة. فضع ده في الاعتبار عشان تكون الدنيا بالنسبة لك واضحة. وربنا يكتب للجميع الرزق الحلال، وربنا يوفقك ويكتب كل خير باذن الله. واكتبوا لنا في التعليقات لو حد عنده معلومات على هذه المواضيع، وبالتوفيق باذن الله.